بسم الله الرحمن الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اليوم الجمعة الموافق 16/10/2020 من مجزر البساتين، تم تحميل 6 طن من لحوم صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف المصرية، مديرية أوقاف السويس 2 طن، ومديرية أوقاف كفر الشيخ 4 طن، وذلك لتوصيلها إلى السادة أصحاب الفضيلة ووكلاء الوزارة بالمديريات، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.